في سرور في فرحة في روح. هذاك الشامبيون دي موند هذا. جواد خشينة من ثانوية الياسمين هي مديرية الخميسات، مستوى الدراسي ثانية بكالوريا علوم فيزيائية من نادي نجوم حدران لألعاب القوى. اليوم قدرت أنني نحصل على مركز في البطولة الوطنية المدرسية، وكنتمنى إن شاء الله نعاود نفس المشوار ديالي درت العام فايت، فوز بطولة العالم في جمهورية سلوفاكيا، وإن شاء الله القادم أفضل وإن شاء الله نحقق نتائج إيجابية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي إن شاء الله. ان شاء الله لما لا نولي بحال سفيان البقالي، بطل المغرب، بطل كبير، وان شاء الله حتى حنا نقدروا نوليو بحالو. خاصنا الخدمه والعمل ان شاء الله والتدريب القاسيه، وان شاء الله غتجي النتائج جد ايجابيه ان شاء الله. البطل الفائز بالنسبه الاولى هو بطل عالمي يستحق التشجيعات والتنويه. شرف المغرب في عدة محطات دولية، وها هو اليوم أمامكم سيدتي سادتي يتوج وطنيا وسيكون إن شاء الله خير سفير للرياضة المدرسية بالبطولات العالمية.